احنا طبعا شايف ان انت مشكورا جبت معاك المات عشان في الوقت اللي تختاره نتعرف من خلال اللي انت هتوريه لنا على اهم التمارين اللي الواحد الشخص العادي الغير رياضي يقدر يعملها في البيت، العضلات الاهم او المناطق الاهم. وعايزك كابتن فوكس بعد اذنك حط في اعتبارك الاتي من ضمن القواسم المشتركه بين كتير جدا من الناس: رقم واحد الكرش، رقم اثنين القعده سواء السواقه لفترات زمنيه طويله او القعده قدام اجهزه الكمبيوتر او الموبايلات نتج عنها كل بقى اللغوصه اللي ممكن تتخيلها في الجزء الاعلى من الظهر والرقبه ما بين راوند شولدرز ما بين هانش باك في بعض الاحيان، الرقبه اللي بتبقى مرميه لقدام دي برضو عايزين نعرف لها تمارين يعني تساعد على استعدال البوستشر بتاع الجسم. صح، عندك حق فعلا يا كريم، هي دي معظم البينز او معظم المشاكل اللي بيواجهها الرجاله والسيدات العاملين بمعنى اصح. وللاسف في الفتره الاخيره كنا بنشوفها كمان على معظم الشباب اللي لسه سنهم صغير، وبيبقى في معظم اللعيبه عندهم راوند شولدر للاسف. فاحنا كنا بنشتغل تمارين بسيطه في الجيم وممكن نعملها في البيت وهنشوفها دلوقتي مع بعض. منطقه الكرش زي ما حضرتك بتقول، منطقه الراوند شولدر لو كنت في الخلفي بسبب قعده العربيه بسبب قعده المكاتب، ففي فعلا تمارين بسيطه جدا ممكن نعملها في البيت وفي نفس الوقت هتفيدنا بطريقه او باسلوب احسن ان احنا ممكن تكون قعدتنا بشكل سليم. فجأة ظهري زي ما انا قاعد دلوقتي مثلا، هتلاقي مثلا كرشك اللي ممكن يخليك انت حتى وصل لمرحله ما تقدرش تاخد نفسك وانت قاعد، فده يخلي التنفس احسن. فهو بيبقى اسلوب حياه، القعده بتاعتك تبقى صحيحه حتى لو انت قاعد ما خدتش بالك، لا اقوم انتبه لنفسي اقعد صح. بلس على كده التمارين اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي، اللي احنا هنشوفه ده اي شخص يقدر يعمله، اي شخص من الطفوله الشباب ما بعد ال 35 سنه. مش بس اقصد المراحل السنيه المختلفه قد ما اقصد ان اللي وزنه زياده قوي عادي وزنه جدا قليل قوي، اللي عنده مشاكل في الفقرات القطنيه مفيش مشكله يعني. طول ما احنا يعني بنعملها اي حد يقدر يعمل طول ما احنا بنعملها بالسيفتي بوزيشن اللي هو الطريقه الامنه والاستايل المظبوط مفيش اي خطوره عليه. ما تدينا فكره بشكل عملي. يلا بينا. الهي يسعدك. يلا بينا. هتبتدي بيها يا كابتن محمود؟ والله انا اول حاجه طبعا اي تمارين في الدنيا سبيشالي يعني التمارين اللي احنا نعملها دي لازم اعمل ورم اب قبليها. ورم اب اللي احنا بنعمل تسخين للجهاز الدوري التنفسي لان هو ده اللي بدوره بيضخ الدم. ولو ما اتعملش ممكن ينتج عنه اصابه. بالظبط بالظبط، برافو عليك. وده طبعا هيخليني ما اعملش اداء بالصوره المظبوطه، هتعب بسرعه بمعنى اصح. ابسط بس الساده المشاهدين، انا بعمل كده تسخين لان اخلي ضربات الهارت ريت بتاعي او معدل ضربات القلب بتاعي بيزيد، فلما يزيد بيضخ دم للعضلات بصوره احسن فبتخلي ادائك العضلي يكون بصوره افضل. زي الفل. هنعمل تمارين مع بعض كده، احنا نعمل كل ستايل او كل بوزيشن مع بعض يا جماعه هيبقى لمده 20 عده او 20 ثانيه. تمام، هعمل اول جامبين كده على مشط رجلي خفيف وبعد في سر طبعا مكاني من 1 ل 20 عده. تمام، اخلص ال 20 عده اوكي ابدا اعمل جري اسرع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اعمل بعد كده جامب جاز 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده ابدا اعمل وضع البوش اب اللي هو الضغط، واخد رجلي يمين وبعد كده رجلي شمال 2 3 4 5 6. كل ده يا جماعه انا بعمل احماء لكل العضلات بتاعتي عشان ابدا اشتغل بعد كده بالويت بدون اي اصابات. اوكي، بعد كده اعمل رباعي او بيربز 10 عدات بس. الرباعي يا جماعه ميزته ان جميع عضلات الجسم شغاله معايا من اول قلب، رجلين، الابس، اللور باك، شيست، ضهر، شولدر، كل ده شغال معايا. اعمل 10 عدات، خلصت ال 10 عدات. كل ده في اطار التسخين بس. بالظبط، انا كده جسمي ستاند باي مستعد ان انا اعمل اي تمارين عضلي عالي. حلو. نبدا اول حاجه بمناسبه انت بتتكلم على كرش يا كريم، احنا نبدا اول حاجه نتكلم على عضلات الابس. تمام. عضلات الابس سهله جدا، الناس بس هي اللي بتصعبها عليها. ازاي؟ ان معظم الناس وهي شغاله، تعال نتكلم واحنا شغالين، معظم الناس وهي شغاله، وطبعا الاسئله دي بنسالها في الجيم كتير، معظم الناس وهي شغاله
اسالني كابتن محمود اطلع بجسمي كله ولا اطلع بصدري بس؟ طيب بصوا يا جماعه بدايه كده، لما بطلع بصدري كله بشغل معاك كمان اللور باك، وده غلط. يعني لو في حاجه ان سيفتي او عندك مشكله في ظهرك انت نو واي ان انت تطلع بصدرك كله. فالامان والعضلات العامله بتبقى البطن بس، اطلع بصدري بس. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره. معلومه ليكم يا جماعه بسيطه كده، مفيش حاجه اسمها تمرين بطن علوي وتمرين بطن سفلي. تمرين الكرانش دوت بيشغل جميع عضلات البطن، عشان بس يبقى احنا عارفين ان تبقى حزمه رياضيه منشا واندغام بتشتغل في جميع اتجاهات في التمرين دوت اللي هو تمرين الكرانش. طيب